كده كمان احنا عملت خجوة. بنغذي بقى زي ما حضرتك بتقول، استخدم اللفظ اللي حضرتك بتقوله استعيره منك، بنغذي الفرقه. يعني طبعا دلوقتي الكلام راح من كهربا انتقل لامام عاشور، لا ده بقى اتصاب في نادي اصابه سياسيه عشان يرجع الاهلي. تمام. طب ما هو ده التفاصيل اللي عندك ايه في خصوص الموضوع ده؟ هو طبعا امام عاشور دي اصابه، لكن هو اما قبل الاصابه ان هو كان اتقال ان هو الكابتن امام عاشور في مفاوضات مع النادي الاهلي، وفي كان مؤشرات لما الكابتن كهربا يحتفل بالطريقه اللي بيحتفل بها امام عاشور، لما كابتن امام عاشور بيغازل جمهور الاهلي بيتكلم معاه، شيء طبيعي انه من حق النادي الاهلي يفوض لاعب، لكن هو الناس بتتكلم بس فكره ايه المكايده الرياضيه، ودي هو المصطلح يعني اللي هو يجب استخدامه الفتره اللي فاتت، فكره المكايده الرياضيه اللي بتحدث. امام عاشور لاعب النادي الزمالك، كان في نادي الزمالك وانتقل لنادي ميدلاند، هل يعود امام عاشور لنادي الاهلي؟ هي وجهه نظره، لكن المشكله لا فيما لو يحدث حصلت المكايدة لا هو هيكون اول واحد ولا اخر واحد. ما هو المشكله في هي بيبقى مش صفقه اللاعب، وبقول لك ان انت ايه يعني على طريقه عنتر ولبلب في ترد الصعصع عين والكلام ده كله. خلاص احنا ايه الصفقة دي بتبقى صفقة جماهيرية، فاكر انت كان اللي حصل، وخلي بالك ازمات الرياضة برضو بتوصل لدرجة معينة وترجع. شفنا رمضان صبحي والكلام اللي قاليه، وقبل كده عبد الله السعيد، والنهارده امام عاشور، فمشكلة هتاخد وقتها وتمشي. فكرة الترندات السريعة بس امتى توقف عشان تتكلم على الصالح العام؟ ده اللي محتاجينه، ولن يحدث ده يا استاذ الا لما المسؤول يفوق شوية ويبعد عن الترند. طيب سواء في الاهلي او في الزمالك. توقعاتك للقاء السوبر، من طبعا يفوز؟ لقاء السوبر هيكون ماتش صعب جدا. النادي الاهلي بعد اللي حصل ده كله بيتمنى ان اضافه لقب جديد. طيب. والناس كمان راضيه عن كولر. كولر بدا الناس بيثبت ان هو مدرب جيد. فكره ان هو حتى في فكره التدوير الناس كانت بتعترض عليها، لكن الناس شايفه ان هو دلوقتي قلت الاصابات وان هو بيعتمد على اكتر لاعب، بدا الناس تقتنع بيه ان هو بيلعب باسلوب وامكانيات اللعيبه. الفوز ليه هيكون دافع ليه طبعا في الـ في الـ في, الـ في المواجهات المقبله في البطوله الافريقيه. فالنادي الاهلي وجمهوره عنده دوافع كبيره، والنادي الاهلي طبيعي هيكون الاقرب، يعني نقول الاقرب للفوز باللقب، لكن بيراميدز لن يكون خصم سهل، لن يكون ان هو النهارده راح يعني يحل ازمه. بيراميدز خصم قوي ولعيبته عنده اصابه واحده بس، غياب واحد مش هتفرق، مش هتفرق. هو في لعيبه مميزه، يعني كابتن عبد الله طبعا نجم كبير، لكن اللعيبه بتاعته عنده مجموعه مميزه من اللعيبه، يعني دايما حتى في الدوري يعني لعيبه بيراميدز هدف الاهلي والزمالك، يعني كل اللعيبه عندهم صفقات مميزه، فبيراميدز في دافع كبير للعيبه قبل الاداره انها تثبت نفسها وانها تحقق الفوز ببطوله بعد موسم كان سيء. ممكن النهارده تتغير الصوره يبقى موسم جيد وتحقق بيراميدز اول بطوله ليه في تاريخه. اكيد. برضو من ضمن اللي بيشغل الجماهير هو الماتش الاهلي على الصعيد الافريقي هيتلعب بجمهور ولا بدون جمهور؟ دي جزئيه. وحكم اللقاء ده امبارح طلع ترند طبعا عشان جريته، فاحنا برضو بنركز في بعض الامور، تفاصيل صغيره ولكن برضو طبعًا بتاخد زخم جماهيري. طبعا حصل طبعا في ماتش مع الترجي الماتش اللي فات وحاله الغضب، والاتحاد الافريقي طلع بيان بيستنكر اللي حصل من جمهور الترجي. في ماتش المصري ان شاء الله في الماتش هتلعب في القاهره مفيش اي مشكله في الجمهور، لكن هو اعتقد دافع الاهلي او يعني استكمالا للحظ المتميز للنادي الاهلي في كل شيء ان هو الفتره اللي فاتت، فممكن يكون الماتش بدون جمهور.